طبختنا اليوم من المطبخ الصيني. هني نحتاج إلى أفخاذ دجاج، هي عادة تكون بقطع الدجاج بس بسويها بأفخاذ الدجاج. وهني الخضرة اللي نحتاجها، الجزر، بصل، الثوم، والفليفلة الخضراء أو الملونة. هني عندنا الخل والملح، الفلفل الأسود، وصلصة الفلفل الحلو. طبعا كنت منقعتها بالخل نقطة بسيطة، ماي الخل شوفونا تحت. راح أحط شوية ملح وشوية فلفل. حطيت شوية ملح وشوية فلفل، راح أخليه يستوي شوي وبشيله عقب شوي. راح أغطيه أخليه على نار هادية 5 إلى 10 دقايق وأرجع للنار. راح أحط شوية دهن قلة الزيت وتقلى فيه الدجاج شوية على ما يخلص الماء. راح أشيل الدجاج حاليا عشان أقلل الخضرة. عشان ياخذ الطعم. راح اسكر عليه هني لان الجزر بعد يحتاج شوي ينضج. نخليه لحد ما ينضج بعدين برجع له. راح احط شوي ماي عشان ما يلصق. سكر على مرة ثانية نشوف اذا نضج الجزر. اوكي، أحط الصوص الحلو. بدون مقدار طبعا. راح احط شوي من صلصة الطماط علشان اللون. ما ادري شنو بتطلع لاني اول مرة اسويها فما ادري. أحط الدجاج عشان يطبخ ليا وياخذ الطعم.
طبعا هي قطع الدجاج احسن، بس بالنسبة لي طالب تعرف. طبعا طلع السويت اللي هو حلو وما في حرارة طبعا، لأن ما حطيت فلفل، مجرد فلفل أسود خفيف، فصار حلاوة. هذا الطبق يقولون إنه هو طبق صيني، فما أدري بصراحة، بس الأفضل إنه يكون بقطع دجاج مو بالأفخاذ. بس بالنسبة لي لازم أخالف. إن شاء الله تستفيدون من هالطبخة، طبخة سريعة، واللي يحب تكون عنده حارة يحط فلفل أحمر، فلفل أحمر مجروش أو فلفل أحمر عادي. فإن شاء الله تستفيدون من الطبخة، وبالهنا والشفاء، ومع السلامة.